أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم على باب المراجعة. طبعا أكيد أنا عارف عندكم شغف كبير قوي منتظرين الحلقة بفوق الصبر، إن كل بيت بيعاني. وكلمة بيعاني أنا أعي يعني الكلمة دي كويس قوي بخبرتي في الخدمة وفي الرعاية. مفيش بيت مش بيعاني اللي يكون فيه أطفال. في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي اشكل في ابني وهو من الرحم، وتعلمنا ازاي. لكن دلوقتي احنا عايزين نشوف المراحل الاولى من اول يوم، زي ما اسعفنا الوقت هنشوف هنتعلم ازاي ونفهم اولادنا ايه اللي بيشكل فيهم وايه اللي بيبنيهم وايه اللي بيهدهم وايه اللي يخليهم يكونوا ناضجين وايه اللي يخليهم يكونوا، سامحوني في كلمة، فاشلين. احنا اللي بنكون السبب، بابا وماما. خد بالك، لو ابنك ناجح يبقى انت ليك دور في حياة ابنك، لكن لو بنتك فاشلة يبقى اكيد انت ليك دور كبير جدا في حياة بنتك. عشان كده النهاردة فقلت في الحلقة اللي فاتت هنحط حجر الاساس اللي هنبني مع بعضينا. مش هقول بس وتسمعوني، لا انا هقول النهاردة احنا كلنا هنبني مع بعضنا، ايدينا في ايدين بعض، عشان نخرج جيل يعرف ربنا كويس، يكون انسان ناضج ما يكونش عنده كلاكيع ولا مشاكل ولا عقد. لكن خلوني قبل ما ابتدي في الحلقه بتاعتنا النهارده ارحب بضيفتي العزيزه الدكتوره راويه. اهلا وسهلا بك يا دكتور، اهلا بك يا ازي حبيبي. حضرتك؟ الحمد لله، المره كويس اللي فاتت استفدنا كتير جدا جدا، وكان حلقه مشكور. مميزه. عايزين النهارده نكمل موضوع بتاعنا، امتى نشكل في الطفل. المره اللي فاتت خدنا ان من رحم، من جوه الرحم بدأ نشكل في الطفل، وشفنا ايه يعني الاضرار او نتائجه اذا كنا عملنا، اذا كان بالسلب او بالايجاب. لكن من سن يوم لغايه كام؟ بيتشكل ازاي؟ بيروح فين؟ بيعمل ايه؟ يعني بص، انا كمان جوايا شغف ان عايز اعرف اكتر عن هذا الموضوع الهام اللي يخصني ويخص كل بيت مسيحي فيه اولاد. امين امين امين، ربنا يدينا حكمة. هقول حاجة ابتدي بيها، انه قدامنا معانا في ايدنا كتالوج، كتالوج كلمة الله في كل رد على كل سؤال وكل تحدي. نفسي قوي اقول ايه، معلش هقول، هصلح كلمة. تفضل. يعني حضرتك بتقول انه اول ما نجيب عيال بيبقى فيه معاناة، انا نفسي اقول انها في تحدي. انا قلت اللي عندهم عيال يعني معاناة. اصل هو اللي يجيب عيال ده مش معاناه، ده فرح. لكن اللي ما عندهمش خبره، ايوه ما عندهمش خبره في الحياه، لازم يكون عندهم معاناه. بس هنسميها تحديات. ليه بقى؟ زي ما انت بتقول فرح، لان ايه الكتاب بيقول ايه؟ ثمره البطن اجره، يديني ربنا اجره، عطيه، ام تصبح معاناه في حياتي. زي ما انت بتقول، ليه هي بتبقى ممكن توصل لمعاناه؟ لان انا مش عارفه اعمل ايه، ما يبقى عنديش انا خبرة، عليا مش عارفة أربي. اتثقف، يبقى انا عليا اتثقف. ودايما بقول ايه، بقول احنا مقصرين جدا، وكنايسنا مقصره جدا في تثقيف الاباء والامهات، بالذات الاب. اربي ازاي؟ اشمعنى الأب يعني؟ اشمعنى الاب؟ ما احنا مش عايزين يكون عندنا بقى تميز ونقول أب وأم. لا، أنا أقول مهمة قوي قوي قوي. أنا أقول الاتنين واحد يعني. لا يا باشا، تلاقي بقى ايه، اتاري اتاري اتاري، في ايه واحده بس في الكتاب جابت سيره التربيه على ايد ماما، اللي هي ايه؟ امك لويس وجدتك افنيق. كل الكتاب بيتكلم على ايه؟ علمها اولادك واولاد اولادك حينما يجلسون ويقوم. علمها ولا علميها؟ مزك طلع مين بقى؟ طلع بابا. طلع بابا. اتارينا مش واخدين بالنا. بص بقى، دي حته الثقافه اللي انا بتكلم عليها. شوف اغلبيه الاباء بيعملوا العمله اللي انت عملها دي، يرفعوا ايدهم، لا لا مدام راويه، لا لا. المسؤوليه الاولى تك على الاب والام. والسلطان الاكبر في يد مين في تربيه الولاد؟ الاب. اديك اماره، اوكي اديك اماره. اديني يا ماما. بقالي 3 4 ساعة بناهد مع البنية، لا وازاي وعشان ايه ويدخل بابا، يا زوجي العزيز تعال الحقنا، هو في ايه؟ بنتك عايزة تعمل كذا 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 كذا. لا طبعا، ايه الكلام ده؟ ويروح متدور وداخل على
الاوضه يغير وبتاع. خلص الموضوع. تقوم البت اوكي الله ايه اللي حصل؟ صح الكلام ده، تمام مثل على تمام الجنب خلينا نخش طب في خش موضوعنا يا باشا والحوارات ديت، ان يعني خش ايه يا باشا. متى تشكل الطفل؟ من سن قد ايه؟ احنا اتفقنا ان هو بداية تشكيله ونظرته للحياة هتحصل من هو في الرحم، اوكي، دي اتكلمنا فيها، دي لكن اتكلمنا فيها من اول يوم لغايه سن قد ايه؟ يعني نفسي اسمع في النهارده تقسيمه، او بمعنى مراحل، مثلا المراحل. من يوم لكذا بالظبط او بالظبط من كذا لكذا. بالظبط. استمرارية انا بتعامل مع الطفل ازاي من بعد ما يطلع من رحمي لحد سن ال3 سنين. سن ال3 سنين انت تنظر الى رجل المستقبل وسيدة المستقبل. بمعنى ايه؟ اللي بعد ال3 سنين ده بيتبني على الخبرات والاسس اللي اخدتها، الفاونديشن، الاساس اللي اخدته من 0 ل3 سنين. بمعنى ايه؟ لو انا متغير يعني غيروا لي غياري ومستحميه ونجيفه وشبعانه وواكله واخده احضان كفايه، اوكي، تلاقيني لا بزن ولا بعيط ولا بعمل، واطلع للمستقبل بتاعي عندي ثقه في اللي حواليا. لو انا مبلول كطفل ولازم اصوت واصوت 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 وتمشتني وتشيلني وتهنني ومش عارفه تعمل فيا ايه، اوه ده طلع ان هو لازم يغير، وبعدين تحطه في السرير يصوت 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 عشان جعان، ما عنديش ثقه في اللي قدامي. لحد ما اروح بقى علاج نفسي في عيادات نفسيه وانا عمري 25 ويكتشفوا ان انا من ما المرحلة كنتش الأولى، مشبع في الحته دي، ما كنتش باخد حضان كفايه، اترفضت وانا في الرأوة خلافه. يعني قصدي حضرتك تقولي لي إن من أول يوم لغاية 3 سنين ثلاث أهم سنين حاجة النظافة، الأكل، الأحضان، احنا مش كده؟ عندنا 5 احتياجات اساسية 5 احتياجات أساسية في ال3 سنين الأولى. في للانسان عموما، عموما في كل تمام، حاجة. فهنتكلم على الطفل، خلينا في اوكي، الطفل. خلينا في الطفل. الطفل عنده 5 احتياجات اساسية. اتفضلي. نمرة 1 الجسدية، نظافة تتضمن ولبس. اكل شرب نوم رياضة، واخد بالك، لبس دفء، اوكي، كل ده. وبعدين بعدها على طول تيجي ايه؟ الاحتياجات الاجتماعيه. انا مين؟ انا ابن فلان الفلاني، وامي هي وابويا هي، والراجل اللي بيحضني ويجيب لي هدايا كتير ده هو عمي، والست اللي تكون طول النهار شايلاني دي دي الداده بتاعت البيت، او جدتي اللي عايشه معانا وخلافه. انا منتمي لمين؟ وردود فعل الناس دي كلها بيشبع ايه اللي بعدها، اللي هي ايه؟ عاطفيه. انا محبوب، انا مقبول، انا محتضن، انا واخد بالك ازاي. بعدها بيجي التعليميه، واخد بالك، تسلسل التعليميه. هنا هتعلم بقى قبل المدرسه، هتعلم امشي، وهتعلم احبي، وهتعلم اكل، وهتعلم امسك الكوبايه لوحدي، وهتعلم الف ب و و و وجغرافيا وتاريخ وخلافه، اوكي. الروحيه ده احتياج من الزيرو، واخد بالك. دول ال5 احتياجات اللي لحد النهارده ما طلعش لسه في الابحاث ولا الدراسات غير ال5 دول اساسيين. دول بيشبعوا من محتاجين يشبعوا من سن الزيرو، من سن الصفر، من اول يوم. مفيش واحده اهم من الثانيه. من يعني طب خليني اكون محدد اكتر مع حضرتك اتفضل ومع اعزائي المشاهدين، اتفضل. انك من سن يوم، من اول يوم لغايه 3 سنين، اقدر اقول طبعا اجتماعيا، طبعا ما اقدرش اجتماعيا في السن ده ولا ينفع، لازم من واحد لازم من اول لازم يوم. من أول يوم، من طب أول يوم. اديني، طب اديني مثل، يعني مثلا انا مثلا عندي بنتي عندها مثلا 6 شهور، اوكي، اجيب لها عمك ولا ده عمك؟ لا، هي اجتماعيا بمعنى الانتماء، أنا منتمية لدول، دول اللي بيحددوني. ده اللي كل شوية يسمع صوت عالي قوي 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 فبيهزني جدا جوايا، واخد بالك، دي اجتماعيات. اجتماعيات. أنا مقبول أو مرفوض في المجتمع ده، في الحتة اللي أنا اتولدت فيها، ده المجتمع بتاعي أهو أهو، ده السرير بتاعي، دي الأوضة بتاعتي، دي اللعب اللي قدامي اللي شايفها، ده البيئة بتاعتي. هل في المرحلة دي كلها، إذا أنا غذيت ال5 مراحل حضرتك قلت عليهم دلوقتي دوت أساس هيطلع إنسان سوي، دي سوي؟ الكلمة اللي أنا بحب أستعملها، مش مهزوز، مش مهزوز لا روحيا ولا ولا نفسيا؟ نفسيا ولا اجتماعيا ولا جسديا. العيل اللي جعان طول الوقت ده بيبقى مهزوز.
طب الاكل يعني ممكن حضرتك تصنفي لي ازاي اكل؟ ازاي معلش ياكل؟ يعني معلش اخش في مرحله، يمكن في بعض الامهات ما تعرفش او لو ياكل. لا لا، لانه مش احتياج، لان احتياجاته 5. فلما عيط عشان عايز يتحضن ومش يتشال طول الوقت، انا ما قلتش ابدا يتشال طول الوقت، لما عيط عشان بردان اروح انا موكلاه كبسه صدري في وشه، عارف ازاي؟ بيعيط علشان بردان او عايز يغير. اي فانا الام المرتبطه مع ابنها ارتباط حميم، بتشعر بالظبط هو عايز ايه دلوقتي. يعني اكتر حاجه تستغرب لها ماما تقول ايه؟ الواد ده ودنه بتوجع، ودنه ملتهبه، وتاخده الدكتور تلاقي ودنه ملتهبه. دي ام مربوطه بابنها، مرتبطه بيه، شعر انا ابنه. اعتقد حاجه صغيره بس هقولها، ممكن انا والدتي عايشه بره وانا هنا، يوم ما تعبت والدتي كانت حاسه بيا وقالت في بس حاجه. شفت ازاي؟ فطبعا اثبتت انا النقطه بتاعتي. طبعا طبعا دي حاجه اه، انا بسني على دي كلامك الام فيها اللي طبعا. رضعت وحضنت واخد بالك حتى امل ما كانت مستغربه، يعني انا قلت لامل كده، ازاي؟ قلت لها يا امل انا اول لما اتعب، لو يوم ما اتعب انا امي تحس بيا على طول. اه وفعلا طبعا طبعا، ده كان ارتباط وثيق وفي جدا. قارة تانية. طبعا غير بلد خالص، انا هنا في مصر في امريكا، يعني ده اللي احنا 18 بنتكلم ساعه عنه، بالطياره. ده اللي احنا بنتكلم عنه. يعني الام اللي يعني بعيد عننا بالكامل، خلفت ومش عايزه الواد وحطته جنب الزباله، حتى لو واحده مسكته واحتضنته بالكامل، غير الام. فاهمني ازاي؟ غير الام. يعني لو عندي ناني او دادة وماسكه الولد من طقطقه لسانه، غير الماما والبابا. طبعا في ده ربط حاجه عاملها الله طبعا. بين الولد ومامته عارف اقول لك وباباه. الكتاب نسكتني في بطن امي بالظبط، نسيج، يعني حاجه بترابط مع بعضه، ترابط مع دقيق جدا جدا. جدا جدا طب جدا. ده من سن يوم لغايه 3 سنين، دي 3 سنين مرحله. بعد كده الاحداث اللي بيمر بيها بتبني على الاساسات اللي اتحطت. انا مقبول، رحت المدرسه، مدرستي زي الفل، مدرستي زي الزفت ورفضاني جدا. فبروح ماما تقول لي انت فل، الست دي عايزه شغل مش عارف ايه، ونهزر ونعمل وبتاع. ابني الكلام السلبي اللي تمام بالظبط. عليه ابني هو فيه. مين انا بصدق، انا كطفل بصدق مين اكتر؟ المعلمة بتاعتي وفلان وفلان وفلان، ولا ماما وبابا؟ ماما بابا مظبوط. بالدرجة انه الكلام السلبي، انت فاشل، انت ما انتش نافع، يجي العيل يقول بابا، لا شعوريا، اوكي، بابا يفهم اكتر مني، هو شايف ان انا لا بفهم ولا هنفع، يبقى انا لا هنفع ولا هفهم. لو جات ويطلع لك واحدة قالت لك أن ابني مثلا سيف ثانوية عامة ومنهوش رجا وتملي بابا، أنت مثلا تقول لك أنت فاشل 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 فاشل، الولد وفعلا ما بيعرفش يذاكر، يعني فعلا مثلا تقول له أنت فاشل أنت ما بيعرفش يذاكر، وحقيقي لو اكتشفنا قعدنا ندور لقى الولد ماله ما بيذاكرش. أقدر أقول الملام على مين؟ زرعت فيه انه لا هيذاكر ولا هينفع ولا هيطلع حاجه، وانا زعلت في قصدك من من الصغر هو صغير. ما جيش عاتب لما كبر بقى في بيئه راجل كبير كده، هو اقدر اقول ان هو غلطان. احنا كتير قوي لسه كنا بنقول بنعالج الايه، الحاجات السطحيه اللي شايفينها، مش الجدر. لو انا عالجت الجدر، الواد ده هيتظبط ويطلع راجل اخر حلاوه. عشان كده لما نروح لدكتور نفساني بيبتدي يفحت من تحت من اول، وانت طبعا. صغير والبيئه اللي حواليك، وكان مين عايش في البيت. انا في الورق بتاع الاسئله اللي بتملاها عشان اقعد معاك اتكلم، جد وتيتا كانوا عايشين في البيت معاك ولا لا؟ مين اللي اخد باله منك وانت طفل؟ ماما بابا دادا جده وتيتا. ياما ازواج دلوقتي الواد والبت عند ماما عشان ماما وبابا بيشتغل عند تيتا، يعني واخد بالك؟ كل دي عوامل بتشكل هذا الطفل، بالذات انت وديته في انهي سن. اعتقد ان في حاجة حضرتك لمحت عليها عايز انبه عليها قوي. اكبر خطر، وكان ده بقول على مسؤوليتي انا، لما اسيب ابني لتيتا وجده يفقد الحنان والتواصل مع الام والاب، حنانه كله يتحول لمين؟ صح؟ ومش هيشبع كفاية، مش هيشبع. مش بس هيشبع بس أبدا. بابا ماما بالنسبة له عبارة عن ايه؟ حاجة من الاتنين، يا بنك نوت يا صورة اسمها بابا وماما. ودي كارثة. ليه بقى البنك نوت بيحصل امتى؟ عشان اعوض ان انا مش كفاية، مش مديله وقت كفاية، خد يا فبجيب له ابني هدايا واديله فلوس. يطلع فيها يشرب بيها ويدمر بيها نفسه. بالظبط، ويستغليني أسوأ استغلال. ما انا عارف ان عايزة انا اقول مقصر. حاجة تانية،
برضو اتقالت لي كذا مرة في عادات زي كده. هم طب ما احنا نعمل ايه؟ ما ماما لازم تشتغل. حلو قوي، ماما لازم تشتغل، لكن ما اخدش عيالي في الويك اند بس، هم واروح اول ما اروح بابا لازم يدي للولاد يوميا ان شاء الله 20 دقيقة، نص ساعة، ولو كانت ساعة يبقى احسن، مركز على ولادي، يا بلعب معاهم يا بحضنهم يا بنشوف كرتون مع بعض يا اي كده، بابا وانا وما نفس الحكاية. والحاجة التانية المهمة جدا، اللي لما يكبر شوية الولد يقول لي ايه، انا عندي تيتا بتخليني اعمل كذا كذا. وانت في بيت تيتا، ممكن تيتا تبقى هي الرئيس، لما تدخل الباب ده هوت بتاع بيتنا، ماما وبابا هما الرئيس، اللي يقولوا بابا هو بس اللي دي كده بتعملي انت حاجة. خلي بالك يا دكتور، يعني احنا لو عملنا حاجة زي كده، أول حاجة فصلنا، اتنين بدي شعور غير، يعني ايه، غير مباشر، ان تيتا تحب تحترمك وتديك أكتر من بابا وماما. الطفل مولود عنده مهابة لماما وبابا لأن هما السلطان اللي فوقيه. فأنا لا أنا بأسيء لتيتا لما أعمل كده، ولا ب ب ب ما السلطان بتاع بابا وماما، اذا كان بابا وماما بيفرضوا السلطان بتاعهم، هم اوريدي يبقوا رامين الولد فين. ما أنا بتكلم على الـ العلاقة طب سوية السوية طبيعية. مش البايظة. في علاقات بايظة، واخد بالك؟ يعني احنا، انا امي تربويه الى اقصى درجه، اوكي؟ اول ما خلفت بقيت تيتا فجاه، فكنا مره عندها بتجري الولاد 7 اب بالليل، وانا مبدئي ما فيش 7 اب بالليل عشان ما نقعدش نقوم للتواليت ما وخلافه. هي بايشو. فقالت لي خلاص بقى مش عارفه، قلت لا. ولقيت الواد عمل ايه؟ هقول لك الولد عمل ايه، هتتخض يعني. الواد كان لسه يا دوب بيتكلم، يعني ايه، سنتين ونص مثلا كده. راح فتح الستاره، بص كده الدنيا ضلمه، راح فتح التلاجة وحطها. فبتقوله بتعمل ايه؟ قال لها هحطها في التلاجة وهشربها بكرة الصبح. ليه حبيبي؟ ليه ما تشربهاش دلوقتي؟ عشان الدنيا ضلمت وماما قالت لما الدنيا تضلم مش هنشرب حاجة كبيرة كده عشان ما نقومش نعمل بيبي بالليل. جملة مفيدة قلناها مبدأ في البيت بيعملوه. تيتا يا شيخة يا ما تبقيش كده وبتاع. لا يا 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 ستي، مش هقول اسمها عشان ما تزعل، بقى انت ربيتينا كده 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 النهارده. ايوه انا تيتا اعمل اللي انا عايزاه، اوكي اعمل لي زي وانا ربيتها يعني. لو الولد شرب البتاع اقول اوكي تيتا يعني اثرت عليك بتاعه وهفوتها، لكن مبدا ماما وبابا ايه؟ ولو انا ربيت عيالي، في نقطه مهمه جدا عايزه كنت اقولها فاتتني، يعني تفضلي. نمره واحد عشان كلمتي تبقى مقبوله ومسموعه بين انا وبابا. أولا اتفاق بين ماما وبابا، ده رقم واحد رقم واحد. طبعا. تانيا علاقة حب غير مشروط وحميمة جدا بكل ولد من الولاد وبنت من البنات. ما ينفعش اجي اتحكم فيك واقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا وانا فوق من هنا اهو وبزعق وبشخط. ده انا بحبك جدا لدرجة انه هتيجي سن معينة بقول ايه، ما ينفعش نروح المشوار ده، لا معلش ماما قالت لا. وصلنا ان الولاد يسالوني هل انت بتقولي لا، ينفع اعرف ليه؟ ولا يعني انا معلمه كنت الولاد، واحده اكبر مني علمتني، لما ماما تقول لا في 3 حاجات، يا اما لما تكبر، لو قلت لي ليه، يا اما لما تكبر هتعرف، اوكي، يا اما في اسباب بس ما اقدرش اشاركك بيها ابدا، يا اما هقول لك ليه. فكانوا الولاد لما اقول لهم لا على حاجه، وما بقولش لا على كل حاجه، دي نقطه مهمه جدا، اللي هي دي من انهي نوع يا ماما؟ ينفع تقولي لي؟ اقول لهم لا حبيبي لما تكبر شويه هقول لك ليه. ليه؟ ليه انا بقول كده؟ لان لو انا قلت للولد اصلي عايز، احنا مسافرين وكنا عايشين في امريكا فاحنا نازلين مصر، وهو عايز يعمل حفله ويجمع ايه اصحابه. الحفله في امريكا اللي هنجمع فيها اصحابنا هتلاقي ناس انت ما تعرفهمش، وشباب وخمور ومخدرات وزباله هتحصل، والولد كان اساسا هيعزم شويه من اصحابه من الاجتماع، بيقولوا لبعض العيال، وتبص تلاقي الكلام ده لما اشرحه لابني وهو لسه 14 سنه، يبقى انا فتحت باب
انا مش عايزه افتحه في ذهنه خالص اساسا. عشان كده انا مش بقول له التفصيلات النهارده وهو عمره 25 سنه، بقول له التفصيلات دي وبيربي عياله عليها، واخد بالك؟ زي ده مثل صغير يعني. ففي حاجات معينه لا يا حبيبي ما تقدرش تروح عيد ميلاد صاحبك ده. ليه يا مامي؟ عشان احنا الاسبوع الجاي طالعين العين السخنه، فاحنا مش هنكون موجودين في البلد، واخد بالك الفرق ازاي؟ تمام. ففي حاجات اقدر ارد عليها وفي حاجات ما اقدرش ارد عليها. لكن لو هو ما عندوش ثقه في، لما يفضل يزعل مني جدا اقول له هل انت واثق انه في سبب ماما بتقول عليه لا وانه لمصلحتك 100%؟ تفتكر انا بقول لا عشان اغيظك؟ ابني واقف قدامي قال لي لا انا عارف. قلت له في سبب جوهري ما تقدرش انت تتعامل مع هذا السبب دلوقتي في السن ده، تثق في ماما ولا لا؟ بثق في ماما. خلاص خلص الموضوع. بس. وبعدين كنت اقول لهم لو انت مشيت قدامي مبسوط وما كانه ما حصلش حاجه انا هقلق عليك، يبقى في تخلف. الوحيد اللي ما يشعرش بالزعل ويتنكد ويبرطم يبقى في حاجه غلط في ذهنك يا بابا، لازم تزعل. انا لما جوزي يقول لي لا على حاجه ولازم اطيعه عشان هو راسي هبقى متضايقه، طبعا. فاذا انا هسمح لك بدي. طب لكل مرحله لها سمات، مش كده؟ اكيد. لو اقدر اقول تقسيم المراحل وسماتها، تقسمها لي ازاي؟ المرحلة البدري قوي فيها حاضر يا مامي، حاضر يا مامي، وحاضر يا بابا وحضنه كده. وبعدين في مرحلة اسمها ايه؟ السن 2، لا 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 ممكن تكوني محددة أكتر معايا وتحددها لي بالسن؟ سن سنتين، سنتين. سنتين لثلاثة دي كل حاجة لا، كل حاجة لأ. كل حاجة أنا لا. عندي بنتي من دلوقتي بتقول أي حاجة لأ. عندها ماما سنة. دلوقتي 70 سنة، دلوقتي سن المراهقة ابتدى ينزل ل 8، أيوه. 70 يعني أنا سنة. دلوقتي عندي جنيه لأ. أها. وتقول بقى يعني عندي جنيه هذا أقول إيه؟ شديدة شوية. جاسم أها. كان غلبان لكن هي أها. لأ. يا أها. بابا لأ. أها. ولما سمع على حاجة أها. هتعملها هتعملها. أها. ف هي هتعملها؟ ياس. ليكي أزعل منك قوي. ما مش معايا انا. أزعل منك قوي. لكن ايه مثلا، ايه المراحل والسمتين؟ مثلا مرحله السنه قلناها، سنتين لا. السنتين واللي ثلاثة لأ. طب اتعامل معاها ازاي؟ لا. لما احط الاساس بقى زي ما اتفقنا، واحده من الحاجات اللي بنبر عليها جامد قوي 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 لما انا اقعد اقول، لما اورم انه الله بيقول تسمع كلام ماما وبابا، انت لازم تطيعني، انت لازم تطيعني. ده مش سنتين، ده كان ده لما نكبر شوية. لا 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 لا، احنا اتفقنا من الزيرو. اي بس هقول اللي بيقول بالاسلوب دوت مش منطقي، مش منطقي. يعني مثلا دلوقتي انا اقول، انا اعمل انت كتاب يا لا جونيور. لا لا، لما لا. يقول لي لا، لما يقول لي لا. سي مثلا ايه جونيور نام، قالت لا، اعمل لها ايه؟ الاول هقول ده ميعاد النوم، اوكي. بحط الاول، بحط المبدأ اوكي اوضحه جدا، اوكي ده ده محطوط ميعاد محطوط، ده النوم، ميعاد النوم دلوقتي الدنيا ولا ننام؟ ظلمت، الساعة العقرب جه على 7، ده ميعاد النوم. ان شاء الله ما تكونش 11 يعني. ما كنتش 12. اوكي مش هنقول، حسب الحال. واخد بالك؟ الخطوة نمرة 2، اها، بزرع المبدأ. متهيأ لك ان انا مش فاهمه، ارجع للكتب اقوله. لما اقعد اقول الله قال هنسمع كلام ماما وبابا، فهماني ولا مش فهماني؟ دلوقتي بعد ما خلصنا السيناريو الاولاني بتاع بقنعها وفهمها ده ان ده سنتين، مبدأ. كان ده على لا سنتين لا لا لا، من الزيرو، من انا الزيرو. مصممه انه من من الزيرو، الزيرو. واخد بالك؟ ما احنا دلوقتي قلنا السمات، يعني دلوقتي دخلنا في السمات، قلنا السنة بعد كده قلنا سنتين. لكن هي فاهماه من الزيرو، فاهم فاهمها من قصدي؟ الزيرو. تمام. يعني الاساس اتحط من الزيرو. ها، اوكي. لما اقعد لغايه ما اورم اقول الله بيقول اسمع كلام ماما وبابا، مش فارقه. طب يا دكتور لا معلش في عجاله، الله يخليكي كده، يعني ايه؟ خليني اقول دي مهمه قوي. هفتح الكتاب المقدس وهقول ايه؟ ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء. وانا بوصي اقول ايه؟ اكتبها على الكمبيوتر واطبعها وعلقها. كلمة الله أمضى من كل سيف طبعا. ذي حديد. لما تنطق هذه السلطان بتاع الكلمة دي هيخلي العيال تسمع الكلام. دي مرحلة سنة، مرحلة سنتين، بعد كده من الزيرو. من الزيرو. زيرو اتس اوكي. زيرو سنة، 2 بعد اوكي. سنتين. التلاتة ليا شخصية، ليا كيان، عايزة أفهم، عايزك تقول لي ليه. محلل مبارك، هقول لك ليه وهفهمك. في نقطة معينة كلام ماما وبابا هيمشي. ممكن قوي الولد يقول لك كلمه تقنعك انه لا طب هو انا صح. هرجع في كلامي، عندك حق حبيبي فعلا، طب خلاص انا موافق، تعالى بقى نروح نعمل التدريب بتاع النادي ده علشان فعلا انت عندك مباراه مهمه جدا. ممكن قوي يغير رايي. لكن في كل الاحوال
القرار الاخراني لمين؟ بابا لبابا، عشان بابا عنده سلطان فوق العيله، موضوع من مين؟ من ربنا. المبدا ده محطوط من قلنا من الزيرو، يبقى هنمشي بيه لغايه ما نتجوز ونخلف. طب قدامنا 4 دقايق، في كل دقيقة هاخد منك مثلا 4. سنة 4. برضو انا بقى عايزة ولد يبقى عنده شخصية، فهقول له اجي ده واجي ده، تفتكر ان ايه؟ يعني 3 بتحاول، 4 بزرع شخصية. خد بالكم من الكلام ده، مهم جدا. بزرع اختيار، اديله فرصة يختار، ولما لسه بقى مش هرفع ايدي، لسه مش هرفع ايدي، لما الاقي الاختيار معوج، عشان هو لسه عيل. لا هنزل العب في الشارع قبل ما اعمل هوم. يعني بمعنى انا بدي لك دلوقتي اختيارين، نعمل الهوم ورك الاول ولا نلعب الكرة الاول؟ لكن نلعب الأول. نلعب الاول. طب استنى عليا شوية بقى، لما نلعب الاول هيحصل كذا كذا كذا، انا يبقى معلش بابا بيقول نذاكر الاول، برضو قرار الاخرين لبابا، بس بمرنه يختار الصح. اوكي ندخل في الخمسة، ها هتختار ايه؟ احكي لي وراك ايه، حط اولوياتك ازاي، وبرضو بواجه عشان اعلم ابني يختار. ده احنا عندنا رجالة مش عارفة تختار، عشان عمر ما اتحط بين ايديهم اختار ايه، دايما ماما بتقول وبابا بيقول، وقلم على وشي او على قفاي. لا انا طبعا حاجه ضربت دي حلقه تانية طبعا، ما برجعش الضرب ابدا نهائيا. طب خليني اكتفي مع حضرتك لغايه 5 سنين. ماشي. خدنا زيو، خد بالك من كلمه زيو، ما قلناش واحد. خدنا زيو وخدنا 1 و2 و3 و4 و5، وشفنا كل مرحله ايه هي السمات بتاعتها. بشكر حضرتك جدا، اصلي بجد ربنا يباركك، أمين كلامك أمين يا رب يكون سبب بركه لكل أمين اعزائي المشاهدين. أمين. أعزائي لكم، وقتنا خلص، أنا عارف وقتنا بيجي بسرعة. ناس كتير كلموني قالوا لي عايزين البرنامج يبقى طويل شوية، لكن أنا بقول نص ساعة ديت فيها وجبة دسمة. بس الأهم من دوت إن كل كلمة عزيز الزوج عزيز الزوج عزيزة الزوجة لكل أب لكل أم، اسمع حلو، لكن الأهم إنك تعيش اللي تسمعه وإنك تطبق اللي تسمعه مع أولادكم. استودعكم في رعاية القدير، اشوفكم، استنوني هنكمل. خلي بالكم احنا كده وقفنا لغاية 5 سنين، هنكمل المراحل لغاية مش عارف سن كام، بس هنشوف. انتظروني في برنامجكم الابواب المغلقة في اسم يسوع في الحلقة القادمة. الرب معكم والى اللقاء. سلام.